بالنسبة لتقسيم الدولة الانتخابية هي رأي عملية تقنية، لكن عندها منطق. المنطق بتاعها شنو هو؟ انه فما عندك دو فاكتور. المسألة الأولى هي التمثيلية بين الدوائر. المسألة هذه متاع التمثيلية رأي ما عندهاش علاقة مباشرة بعدد السكان، يعني تنجم تكون فما دوائر قليلة ولكن ممثلة لأسباب أو لأخرى، ممثلة على الأقل بمقعد في مجلس نواب الشعب. المسألة الثانية أيضا هي مسألة التناسب مع الكثافة السكانية. فاش تلقاو انتوما؟ تلقاو فما دوائر ممثلة بمقعد وفما دوائر أخرى ممثلة بنفس المقعد، يكون فما فارق كبير في عدد السكان. هذا راهو معمول به، يعني مش غريب، مش مسألة مبتدعة في تونس. تقسيم الدوائر راهي من المعضلات القانونية والفنية اللي تخلي تنجم تقسم الدوائر بطرق مختلفة، وانك توصل للطريقة المثلى تقريبا شبه مستحيل. ولكن اللي قمنا به او اللي تم اعتماده في تونس هو تقسيم للدوائر يراعي التمثيلية كما قلت، ويراعي الكثافة السكانية، وفيه ايضا علاقة خاصة بين المعتمديات المترابطة المتجاورة. فما راهو دراسة في خصوص الديموغرافيا نتاعها، في خصوص التناسق البنية الاجتماعية، مش بصفة اعتباطية كما قاعد نسمع من بعض الخبراء وبعض المحللين. ولكن كما قلت هي مسألة فيها اجتهاد في كل الأحوال، ومتجمش توصل إلى تقسيم أمثل في كل الدوائر.